ستاربكس كلنا نعرفه وكلنا نحب المشروبات اللي عنده، ولكن استكشاف اليوم ما هو على المشروبات ولكن على شيء نقدر نقول اني ما اخذ منه كثير، مخبوزات ستاربكس. المخبوزات بس اللي اخذناها اليوم 11 صنف غير الحلويات، فخلونا نستكشف المخبوزات. بسم الله. هذه المخبوزات كلفتنا تقريبا 11,233، فمتوسط الشيء الواحد من المخبوزات 20 ريال تقريبا. فخلونا نشوف اول شيء معنا. اول شيء معنا هذا ساندويتش السيزر، سيزر الدجاج. طبعا تشوفون كمية الدجاج راهية ممتازة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا بارد صراحة، راهية. انا ما توقعت انها بتكون راهية، فعلا تقدر تقول انك اذا كنت في ستاربكس كنت تاخذ قهوة جوعان تقدر تاخذ هذا الشيء وشبعك، حلو مليان دجاج. الشغلة الثانية اللي معانا هذه حلوم. طبعا هذه بعد ما سخناها حارة. يا سلام، شوفون الدخانة، حركات الحلوم يحطون مع بستو اشياء وهيك حركات. بسم الله الرحمن الرحيم. نجرب الحلوم، لذيذة، خبز رايقة، ممتعة يعني مع قهوة تنفع. الغريب ما ادري ليش ما قطرت علي اني اخذ من مخبوزاتهم الصدق. اشوفها كذا شكل بس ما اطق لها خبر ولا افكر فيها. والله لذيذة. من منكم يشتري هذه الاشياء؟ طبعا الحلوم والملح اللي فيه يحتاج عادتنا الصحية. كمان اقول لك دائما يا اخي العزيز اشرب مويه كثير بحياتك، مويه شيء زين. في راب نباتي شكله هذا هو، والله هذا هو. طبعا اللي جواه عبارة عن خضرة. هل الخضار الملفوف في خبزة جميل حتى لو انك ما انت بنباتي؟ خلينا نشوف. فاصوليا على افوكادو، ظاهر على ذرة على خشب نباتي يعني هيلثي. ها بسم الله. هو فعليا سلطة ملفوفة في خبزة بس بالذرة والفاصوليا، شيء مهروس يعني معها. ما هو شيء ما راح تقدر تاكله، تقدر تاكل كذا جزء من النص مفقود. هذه سلطة انت لفها بخبزة بس في لحمة او شيء كان المفروض انه يكون فيه بس انه مو فيه. إذا أنت نباتي بينفع لك 100%، بس إذا ما أنت بنباتي هذا اللي أقصده. أصبروا، هذا المفن حلوم. أجل اللي كلناه قبل شوي وش؟ ظاهر اللي قبل كان اسمه تشياباتها. تشياباتها. يعني نوع الخبز اسمه تشيابات. تشياباتها. هذا المفن. طيب أكلنا هذاك حار. خلونا نجرب الحلوم بارد. تقريبا نفس الشيء، اللهم أن الصلصة من جوا مختلفة. الصلصة هنا مختلفة، طبعا الخبزة مختلفة. بس الشبيبياته اللي قبل احلى، في ريحان ما ريحان كذا، عرفت الخضار مو بالخضار، الورقيات اللي تنحط فيها روائح ونكهات، واذا جيت تاكل تحس انها تسوي فعاليات بفمك. هذيك هذه مو مره. طبعا هذا المفروض انه توست بر، شوفونه ديك رومي ما ادري ايش. طبعا في شيء انا ما دخل مزاجي يعني، شوف هذا تصبر صح، خسة ديك رومي تحتها جبنة، يعني حلوة هي. في التطبيق وأنا أطلب كانوا حاطين عليها سعرات أعلى من اللي أقدره أنا، ما أدري شلون بس أنا أحس إنها أقل. صار حلو إنها تصبر وهالأمور. طبعا المرتدلة ما أظن يحتاج لها تسخنها أنت، عد هذا شيء ثاني، بس أنا ما تعودت عليها أسخنها. نوعية التوست اللي فيه ذا ما ادري هو صدق صاير افخم ولا مخي رابط ان ستاربكس بيصير افخم. والله اني احس انه افخم. اللي يعرف وين يجيبون تستهم علمنا. احس انه خيار جميل اذا كنت محدود وما في مكان، او انك جالس وجوعان وقاعد تحاول تاخذ اصح خيار ممكن، او ممكن هذا الخيار يكون كويس بس انك تبي تستمتع بالطعم اكثر في الاشياء الثانيه. هذا كروسون الزعتر، تشوفون زعتر محشي بجبنه، هذه بلا تسخينه. تشوفون الفتحات الموجوده جنب في الكراسون نفس الهواء. هل اللي ما يذكر منكم كان لنا تجربه سابقه في محاوله ان اسوي كراسون كانت فاشله يعني كل جدار توقعت هذه ما قدرنا نجيبها. فلازم تقدر هذا الشيء لانه صعب مو سهل. بس خلنا نسخن. شوفوا الجبنه ساحت على طول بتسخينة خفيفة جدا، والكروسون كله طاح على بعضه. يا ساتر 30 ثانية احس كثير عليه.
بس شوف الجبنة تمطط يا سلام. يوه تحمست بس حار. اوه جبنة ممتعة، جبنة ممتعة. الزبدة هنا الخلاصة، هنا الشيء الجميل والرهيب. هذا واحد من ألذ الأشياء موجود هنا. هون فيه بيكن. الله هذا يبرد. هذا الثاني جبن حطهم مع بعض. يمكن الشيء الوحيد من مخبوزات ستاربكس اللي صدق جربته اللي هو هذا البريتسل، بحكم أن أختي الله يعطيها الصحة والعافية كانت طايحة فيه، وكأي أخ في هذا العالم جاء يوم سرقت قطعة وجربته وعجبني. شريحة الديك الرومي في داخلها هذه الجبنة اللذيذة طعمها رهيب. وبس فمن المخبوزات اللي أكلناها كلها اليوم هذا الشيء أنا متأكد هو الشيء المميز بينهم، وأظن اللي ذقته قبل كان الفيتا، ولكن هذه اللي بديك رومي مرة رهيبة. حقت الفيتا حلوة بس ديك رومي دبل حلاوة. توني استكشف شغلة مكتوبة هنا ستاربكس دليفري. الظاهر اني اول مرة في حياتي اطلب ستاربكس دليفري. فتحت الهواء هذه التي اكون لها الاحترام. سؤال تستمتع فيه كذا سادة بدون شيء؟ وطبقات الهواء ايري يعني فلافي. طبعا تنزل كم مصطلح كذا من الشاطئ سيش تحسسك انه ألف من الواقع. حلوة والله حلوة ما اقول لك شيء، بس انه باخذ لي شيء محشي احلى. خلونا نشوف ما قبل الاخير. وشو اتوقع كروسون حطيتها 20 ثانية وبرضو ساحت بصراحة. ورا جبنتهم رهيفة انها مطاطية بشكل خرافي. لا خيار الجبنة احلى من الزعتر. خلك بس جبنة، اذا تبغى جبنة مع زعتر خذ جبنة مع زعتر، بس جبنة لحالها لذيذة. هذا ديك رومي ما عجبنا. سخنا نشوف، سخنا نشوف. والزبدة طبعاً اللي في الكروسون تطلع مع التسخين حتى اللمعة تشوفون تختلف. الجبن الحالة هو الحل. وهنا يا عزيزي المشاهد نقدر نقول إنك شفت المخبوزات الموجودة عند ستاربكس، وإذا في يوم من الأيام كنت تتقهوى عندهم ومحتار وش تبي تذكر هذا الفيديو واختار اللي جوزك. أنا بالنسبة لي بريتزل الثنتين وكرواسون وجبن، بعدين جبن زعتر، بعدين الحلوم. مو بالحلوم المفن، لا الحلوم الثاني. بس والله في مهلا.